جانا 40 سنة حتى نعد نرتاح، كله راح بالأرض. شو ناطر تعطيني علبة فول ورابطة خبز؟ أنا هودي بدي إياه هون، أنا بدي كرامتي. جيبي لي ولادي وينهم؟ مشتتين. من المجادل عندها طرش، وجوزي قال لي أنت معك سكر ومعك ضغط، روحي أنت مع ابنك. ولا ضليني هاك ضل حاله هنا، وهالكسف عم بيطلع حوالي هيك 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 يزير الكسف. شو معاناته؟ بس ضربت حد البيت. ظهرنا من الساعة 12 لنقول، ضلينا لتاني يوم لوصلنا، عذبنا كتير على الترقان. شو الصواريخ؟ التون ونين والتراب والدبش علينا، الله سلمنا وهرب لوصلنا العام. ما تعرفش وين الصاروخ عم ينزل، يعني نزل حدنا بيوت لحتى نزلنا، وبس نزلنا وصلنا على الغازية من الساعة 1 للساعة 7 بالغازية، بس وقفان ما في شيء، وضربوا الغازية مرتين وفوقنا ورعب. وجينا وصلنا لهون تقريبا شي 10:30 بالليل. اهو بلشنا استقبال الناس من الشوارع من الطرقات، نجيبهم، فتحنا المدارس. عندنا ما يقارب يعني تخطينا 2000 شخص، يعني 2000 شخص انت عم تحكي، يعني ما يقارب تقريبا 500 عائله. كنا احنا عم نعاني كثير بموضوع قصه المواد، ان كان مواد التغذيه او مواد التنظيف، يعني بتعوزي شغلات كثيره. موضوع الفرش، هلا في ازمه فرش بكل البلد للاسف، يعني ما عم نقدر نامن فرش بهذا الموضوع. انا والله من الشبي وتعذبنا كثير لوصلنا لهون، بس وصلنا لهون كثر المعاناه اللي نحن قضيناها على الطريق، رغم الغارات اللي صارت بالغازيه هون وهون. وين العرب اللي عم بيساعدوا العالم؟ بدهم يعملوا فينا مثل ما عاملين بغزه؟ مش حرام؟ وين الايمان؟ وين الضمير؟ وين الاحترام؟ مش لازم يقوموا معنا؟ كنا نازحين قبل بعين بعال نحن، وبس ولعت الدنيا نزلنا على المدرسه عصور، واليوم مشينا من صور بكر شوي لقدرنا نوصل لهون، لانه حتى بصور ما عشيناها.